هذا البرنامج من إنتاج إيبونايت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، حلقة يمكن مؤثرة، ويمكن في بعدها حلقتين لسه بتحكي تجميعات عن حياة عمر، لكن النهاردة حلقة وفاة عمر. عمر دلوقتي عنده 62 سنة وداخل على 63. إيه ده نفس سن النبي لما مات، ونفس سن أبو بكر لما مات. هما الأحباب بيموتوا في سنين متقاربة من بعضهم للدرجة دي؟ سبحان الله المدبر. التلاتة يموتوا في نفس السن، التلاتة يدفنوا جنب بعض، التلاتة يعني النبي وصاحبيه أبو بكر وعمر. عمر يبدو أنه بدأ يحس بقرب أجله. هو حكم دلوقتي قد إيه؟ هو حكم من سن لما كان عنده 52 سنة ل 62 سنة، يعني حكم 10 سنين و5 أشهر و21 يوم. عمر عايز يطمئن على الأمة. هو فتح البلاد والحياة الاقتصادية انتعشت، وبقى فيه دولة وبقى فيه وزارات وأقر العدل، لكن عايز يطمن على الأمة قبل ما يموت، فيعمل كذا حاجة كده علشان يطمئن بيها. فيجمع الناس في المسجد قبل ما يموت بعدة أيام، ويقف في المسجد ويقول أيها الناس، يقف على المنبر، أيها الناس ماذا تفعلون وماذا تقولون إذا ملت برأسي إلى الدنيا هكذا؟ لو ميلت على الدنيا شوية. فقام له واحد من الصحابة وقال له إذا ملت برأسك إلى الدنيا هكذا قابلناها بسيوفنا هكذا. فابتسم عمر بن الخطاب وقال الحمد لله الذي جعل فيكم من يقومني إذا عوججت ومن يقوم من بعدي. كأن عمر بيقول للي جاي يعني. وبعدين يجمع الصحابة، يجمع علي بن أبي طالب، ويجمع عبد الله بن عباس، ويجمع عثمان بن عفان، ويجمع أبو عبيدة بن الجراح، يجمع كبار الصحابة، ويقوم قايل لهم حاجة كأنه برضه عايز يحافظ على الشورى، عايز يحافظ على هذه الدولة متماسكة، ويقول لهم لا تقولوا الرأي الذي يوافق هواي، ولكن قولوا ما يوافق الحق، فإنما أنا واحد منكم، أنا مجرد واحد منكم، قولوا ما يوافق الحق. وبعدين يقول لهم هكذا افعلوا معي ومع من بعدي. هو عايز يرسي بلغة العصر إن الأمة فيها حيوية تقويم الحاكم. ويقف عمر بن الخطاب ويجي الحج، وقبل موسم الحج يقوم قايم عمر بن الخطاب ويقول لئن عشت إلى العام القادم، كأنه حاسس لئن عشت إلى العام القادم لأخرجن من المدينة إلى مصر فأقيم بها شهرا، ثم أخرج إلى الشام فأقيم بها شهرا، ثم أخرج إلى العراق فأقيم بها شهرا، ثم أخرج إلى اليمن فأقيم بها شهرا، ثم أخرج إلى أذربيجان هناك فأقيم بها شهرا، لأطمئن من الناس على العدل وأسمع إلى شكوى الناس. يا سلام. لا يا سيدنا عمر، كفاية أديت ووفيت، مش هتعيش للسنة الجاية، ومش هتلحق تلف على كان نفسنا تيجي مصر طبعا، وكان نفسنا تروح العراق والشام، بس جزاك الله خيرا، حلو قوي أسست وبنيت. تعالوا نكمل مع سيدنا عمر ولحظات ما قبل الوفاة. عمر الآن يفصل عن الوفاة شهر واحد، ويشاء ربنا سبحانه وتعالى إن في الشهر ده هيطلع يحج، آخر حجة.
سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وبعدين توفى، وعمر كمان هيطلع حجة قبل ما يتوفى، بس هيعمل حاجة في الحجة دي، هيقول لزوجات الرسول كلهم اطلعوا الحج، كأنه بيوفي للنبي صلى الله عليه وسلم حبيبه اللي علمه، بيوفي له بكل حاجة، زوجاتك هخليهم يحجوا. لفتة عمرية جميلة قوي. ويعمل حاجة تانية الحقيقة، يبعت لكل الولاة في كل البلاد كله يجي لي في موسم الحج، كل القضاة وكل الولاة أنا عايز أحاسبكم أمام الشعب. هيعمل محكمة، لا هيعمل مؤتمر جامع للولاة والشعوب في موسم الحج، عايز يطمن انه عمل اللي عليه. انتوا متخيلين يا جماعه لما ربنا يوفق واحد قبل ما يموت كل حاجه تمشي صح صح، كله صح صح صح، 10 على 10. تعالوا نشوف لقطه عمر بن الخطاب على جبل الرحمه. انا بكلمكم من على جبل الرحمه من عرفات، شتان طبعا بين عرفات في موسم الحج وعرفات واحنا بنسجل عليه الان، لكن انا عايزك تتخيل وعمر بن الخطاب واقف الان وحواليه 200,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحواليه الولاة والعمال، الناس اللي كلفهم المسؤول عن مصر عمرو بن العاص، والمسؤول عن فارس، والمسؤول عن خراسان، والمسؤول عن الشام، والمسؤول عن العراق، كلهم موجودين والأمة موجودة كلها، وعمر بن الخطاب بيبدع شيء جديد، شيء حضاري رائع، حول الحج لمؤتمر عام للأمة يناقشوا فيه أحوال البلاد كلها، ويسمع مظالم الناس اللي جاية من كل البلاد، ويناقش عماله ويحاسبهم، ويعمل كأنه عامل جمعية عمومية للأمة كلها. عمر فهم الحج كمراد الله سبحانه وتعالى من الحج، ده مؤتمر عام للأمة يجب أن يتحول إلى جمعية عمومية. ويقف عمر بن الخطاب وسط الناس ويقول كلمته الخالدة العظيمة: أيها الناس، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. ما تحاولوش تقلدوا حضارات أخرى، خدوا قيمكم من حضارتنا إحنا. يا سلام على الكلمة الذهبية اللي لازم تتحفر في دماغ كل مسلم، دي مش شتيمة في الحضارات الأخرى، لكن إحنا قيمنا تركب على حضارتنا. لو حاولتوا تقلدوا حضارات أخرى مش هتنفعكم ومش هتنجحوا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، سر نجاح حضارتنا مرتبط من ثقافتنا اللي جاية من إيماننا. ويقول: أيها الناس، إني لم أرسل عمالي ليضربوا وجوهكم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلتهم ليعدلوا بينكم ويعلموكم سنة نبيكم، وهي عدل ورحمة وخير. أيها الناس، فمن فعل به غير ذلك من هؤلاء اللي قاعدين جنبي دول، اللي هم الوزراء أو هم الحكومة أو هو ولاة الأمصار، فليرفع الأمر إلي الآن لأقتص له منهم، أخذ له حقه منهم. فإن والله لئن أعزل كل يوم واليا خير لي من أن أصبر على ظلمه ساعة، وإلا فأنا شريكه في الظلم. وبعدين يقف عمر ويقول: أيها الناس، والله ما أردت فيكم إلا العدل، أنا كل قضيتي معاكم العدل، فمن ظلم منكم اقتصصت له ممن ظلمه الآن. فيقف عمرو بن العاص ويرفع ايده ويقول له: يا أمير المؤمنين، أفرأيت إن أدبت مصريا قبطيا أتقتص مني؟ فقال له عمر: والله يا عمرو لأقتص منك أمامه، هل أنت خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اقتص لنفسه من الناس أمامه؟ أنت فاكر نفسك مين؟ ثم يقف عمر بن الخطاب بعد ما يبعت الرسالة دي ويطمئن إن محدش عنده مظلمة، ويرفع إيده للسماء ويقول: اللهم كبرت سني وضعف جسدي ورق عظمي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مبدل ولا مفرط، اللهم أخرجني منها كفافا لا لي ولا علي. عمر بيقول كده: لم تفرط يا عمر، إحنا اللي فرطنا، إحنا اللي ضيعنا الحضارة، أنت أقمتها وتعبت عشانها ورسول الله وضع بذورها، وإحنا ضيعنا وإحنا بدلنا وإحنا سبناها وافتكرنا إن ديننا شعائر بس. لكن من هنا من على جبل الرحمة بيعلمنا عمر، الجبل ده بيشهد إن عمر وقف عليه مش عشان يصلي ويعبد فقط، ولكن علشان يصلح وينشر عدل ويقيم حضارة. جزاك الله خيرا يا عمر. ويلتفت عمر كده وينظر
وتدمع عن عيناه ويقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ويسأله مساعده ما يبكيك يا أمير المؤمنين، يقول له والله كنت أرعى الغنم وأرعى الإبل لخالاتي ولأبي الخطاب هنا في مكة والآن صرت أمير المؤمنين، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك في بلد نبيك. رجع عمر بعد الحج، لكن كانت في مؤامرة بتتدبر. ايه المؤامرة اللي بتتدبر؟ فاكرين يا جماعة لما عمر قال لأرسلن سعد بن أبي وقاص لكسر قرن الشيطان؟ كان يقصد ايه بقرن الشيطان؟ بلاد فارس. كان مسميها عمر قرن الشيطان، هناك الشيطان. عمر بن الخطاب بعد ما قال هذه الكلمات وانتصر المسلمين وفتحت فارس، الثأر عند الفرس. الفرس يحملوا ضغينة شديدة مش قادرين ينسوا لعمر. الشام لا، العراق لا، مصر لا، لكن الفرس ما نسيوش. في معركة نهاوند انتصر المسلمين، أحد الغلمان الصغيرين اللي اتأثروا في سن العشرينات شاب اسمه فيروز مجوسي، كنيته أبو لؤلؤة، يحمل الضغينة والكراهية، لكن يبدو أنه مش لوحده. لا 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 لا، ده في مؤامرة. أصل واحد من الصحابة سيدنا طلحة شاف اتنين متجمعين قبل موت عمر بأيام، بس مش فهمش هما متجمعين ليه. أبو لؤلؤة المجوسي الشاب دون مع واحد اسمه الهرمزان. الهرمزان ده كان المسلمين أسروه، والهرمزان دون كان مقرب لكسرى ملك الفرس، وكان شاف أربع من الأكاسرة، ولما اتأثر وقف قدام عمر بن الخطاب أم قايل لقد رأيت أربعة من ملوك الفرس ما هبتهم كهيبتي لصاحب هذه العصا. كان عمر بيمسك في إيده عصاية، كهيبتي لهذا الرجل. الهرمزان يبدو هو اللي بدأ يحرك أبو لؤلؤ المجوسي. لو مات عمر يمكن يتخلخل المسلمين، زي لأنه مر على أربع حكام للفرس، فلما كتروا الحكام اللي مر عليهم عرف ان الفرس اتخلخلت لكسر التعاقب الحكام. ماذا لو مات عمر؟ الثأر قرن الشيطان. على فكرة عمر كان له كلمة عجيبة جدا، عجيب سيدنا عمر، يقول وددت لو أن بيني وبين بلاد فارس جبلا من نار، مش عايز أقرب منهم ولا يقربوا مننا. وكان عمر بيتمنى ان الغلمان المجوس ما يبقوش قاعدين جوه المدينة، يطلعوا بره المدينة. لكن المغيرة بن شعبة الصحابي جاب الولد ده ودخله المدينة وقال له عمر ده بيخدمني وعايزه، وسكت سيدنا عمر عشان يرضي المغيرة بن شعبة. لذلك لما قتل الولد أبو لؤلؤة، لما قتل عمر سيدنا عمر جاب المغيرة قال له ألم أقل لكم ما كانوش المفروض يدخلوا المدينة؟ مش أنا قلت كده؟ أبو لؤلؤة يبدو أنه هو اتفق. عمر بن الخطاب مرة معدي فجيف وشه أبو لؤلؤة المجوسي، يبدو أن أبو لؤلؤة المجوسي بيفتعل حاجة تبرر بعد كده أنه هو عمل كده ليه في عمر. فقال له المغيرة بن شعبة سيدي بيطالب مني ضريبة كتير أدفعها له. فعمر قال له بيطلب منك كام؟ قال له 4 دراهم كل يوم. قال له أنت بتشتغل إيه؟ قال له نجار وحداد. فعمر قال له لا، 4 دراهم مش كتير. فعمل أنه غضب أنه عمر ظلمه ومشي. فعمر بعديها حب يرضيه، فقابله بعديها بيوم قال له أتصنع لي لنا رحى؟ رحى بتاعت عشان فيها حديد وكده علشان تطحن وعشان. فالولد قال له لأصنعن لك رحى يتحدث بها أهل البلاد. فعمر بص للي حواليه قال هذا الفتى يتوعدني. عمر فقالوا له طب ما نطرده من المدينة. قال لا أظلم بالشك. يا عادل لغاية آخر لحظة يا عمر، لا 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 مش هشك فيه، لا لا ما عملش حاجة ما عملش حاجة. لكن الحقد جوه أبو لؤلؤة خلى بعض الصحابة يشوفوه متقابل ورا البقيع مع الهرمزان. إيه اللي ملمم الاتنين دول على بعض؟ مؤامرة، ما كانتش حاجة، لا لا لا، مؤامرة على قتل عمر بن الخطاب. اللحظات الأخيرة لوفاة سيدنا عمر بن الخطاب، تعالوا نروح المدينة المنورة ونشوف سيدنا عمر بن الخطاب في صلاة الفجر في محراب النبي في الروضة بيصلي بالمسلمين، هيحصل ايه؟
النهاردة صلاة الفجر يوم وفاة عمر بن الخطاب في هذا المسجد، في المسجد النبوي. بيحكي القصة عمرو بن ميمون، بيقول أنا ما كانش بيني وبين عمر بن الخطاب غير صف واحد، أنا كنت في الصف الثاني قدامي عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب في الصف الأول، ودخل صلاة الفجر وبدأ يقرأ أحلف بالله. ده عمرو بيقول، عمرو بن ميمون، أحلف بالله لقد صلى بسورة النحل. سبحان الله، يشاء الله إن هو يصلي بسورة النحل عشان يبدأ عمر بن الخطاب يقرأ الآيات دي. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. اوعوا تبدلوا، اوعوا بعد ما قوينا الغزل وقومناها اوعوا تنقضوا الغزل. وبعدين يقرأ على الآية اللي بعديها، إن إبراهيم كان أمة لله قانتا، كان أمة قانتا لله حنيفا. كأن وانت كمان كنت أمة يا عمر، لغاية ما يوصل للآية كأن عمر بيقترب أبو لؤلؤة المجوسي إن هو يطعن سيدنا عمر بن الخطاب وهو بيقرا في سوره النحل، لغايه ما يوصل للايه، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويجي ابو لؤلؤه ويضع الخنجر في ظهر عمر بن الخطاب، ضربوا ضربتين، واحده في كتفه وواحده عند كبده ورا في ظهره. قام عمر بن الخطاب باعلى صوته، الله اكبر الله اكبر. وبعدين قام قايل، قتلني الكلب. وقع عمر بن الخطاب وهو بيقع والدم بينزل، فاكر الصلاة، قام واخد بإيد عبد الرحمن بن عوف وقال له صلي مكاني. فكمل عبد الرحمن بن عوف، الناس مش فاهمة إيه اللي حصل، الناس ورا في المسجد مش فاهمين. أبو لؤلؤة بدأ يمشي بالخنجر يمين وشمال، عمال ضرب 12 واحد 13 واحد، مات منهم 7، لغاية ما جه صحابي وقام رامي عليه برنس عباية، قام شانق نفسه، قام دابح نفسه علشان ينتحر عشان ما تكتشفش المؤامرة. ما كانش واحد قتل عمر بن الخطاب، دي مؤامرة. ويقع عمر بن الخطاب والدم بينزل، ويبدأ عمر بن الخطاب يخلصوا الصلاة ويقول لهم، أعلم بذلك أحد من أصحاب رسول الله؟ فقالوا لا. قال اللهم لك الحمد، مش مؤامرة من الصحابة عليا، يبقى أنا مش مقصر في حق حد. وبعدين يقول عمر بن الخطاب، بالله عليكم من الذي قتلني؟ فقالوا أبو لؤلؤ المجوسي. قال الحمد لله، ليس على يد أحد من المسلمين. وبعدين بدأ عمر بن الخطاب يجيبوا له الطبيب يشربه مية لبن، يبص يلاقي اللبن بيخرج من الجرح، فقال يا أمير المؤمنين وصي، فإنك لن تعيش بعد الليلة. فقال عبد الله بن عمر، ضع خدي على التراب لعل رب عمر يرحم عمر، ويحطه على التراب ويحط خده على التراب ويقول اللهم ارحمني اللهم ارحمني. يا حبيبي يا سيدنا عمر، عظيم يا سيدنا عمر، أنا موجوع إن أنا بغادر المدينة، وموجوع إن أنا بغادر مسجد النبي، وبغادر هنا. والله يا جماعة، وأنا نازل بسلم على سيدنا عمر بن الخطاب بقول له، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أنا حكيت للناس عنك السنة دي يا أمير المؤمنين، أنت عملت كتير قوي، جزاك الله عنا خيرا يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ويتحط خده على التراب وينادي، يقول له يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها عمر بن الخطاب يستأذنك، ولا تقل لها أمير المؤمنين فلم أعد أميرا للمؤمنين. قل لها عمر بن الخطاب يستأذنك أن يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قبلت فارجع إليها مرة أخرى بعد أن أموت، لعلها تكون قد استحيت مني وأنا حي. فقل لها يستأذنك عبد الله عمر أن يدفن بجوار النبي، فإن قبلت فادفنوني بجوار حبيبي رسول الله، وإن لم تقبل فخذوني إلى البقيع وادفنوني مع المسلمين. ويطلع عبد الله بن عمر على عائشة فيجدها تبكي، تقول من للأمة بعد عمر؟ عائشة بتقول كده، من للأمة بعد عمر؟ فقال يستأذنك عمر بن الخطاب أن يدفن بجوار حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة، أما والله كان هذا المكان لي، كنت قد أردته لنفسي، ولكن لأؤثرن به عمر بن الخطاب. حد بيؤثر حد بحاجة زي كده في الدنيا؟ ده أكبر إثارة أنا سمعته في التاريخ. لكن تستاهل يا عمر، تستاهل يا أمير المؤمنين، جزاك الله خيرا على اللي عملته لنا، أقمت حضارة للمسلمين 1000 سنة، إحنا اللي ضيعناها، إحنا اللي مكسوفين يا سيدنا عمر، سامحنا يا رسول الله سامحنا. ويبدأ سيدنا عمر في اللحظات الأخيرة ويغمى عليه ساعة، فالناس تقول مات عمر، فيقولوا لا لسه ما ماتش. طب جت الصلاة اللي بعديها، صلاة العصر، جت لغاية صلاة العصر، فضل مغمى عليه مدة طويلة. فقالوا طب كيف ننقذه؟ عبد الله بن عباس عارف، قال لهم، إذا قلت له يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاة سيقوم إن كان حيا. فقالوا له يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاة، ففتح عينيه ونظر وقال أصلى الناس؟
قالوا صلوا يا أمير المؤمنين. قال اللهم لك الحمد، لا خير فيهم إلا بالصلاة. يا حبيبي يا سيدنا عمر، بتغرس لغاية دلوقتي يا سيدنا عمر؟ ده احنا من غير ما نتخبط ونايمين في بيوتنا وبنلعب وفاكرين ان الموضوع نصوم رمضان ومع السلامة، وبالليل كمان بنلعب، محدش فاهمها انها إقامة حضارة. هيموت عمر بن الخطاب، مات عمر، مات عمر، لكن انت لسه ما متش. مات عمر لكن انت لسه حي، ولا انت مت؟ مات عمر حتى وهو بيتضرب بالخنجر وهو على الأرض والدم بينزل، ويجي شاب صغير يقول له أبشر يا أمير المؤمنين بالجنة، وبعدين والشاب ماشي يبص يلاقي هدومه متوسخة من الأرض فينده له وهو بيموت، يقول له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ياه سبحان الله، مش النبي علمه إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها؟ بينفس عمر الحكاية دي وهو بيموت بيغرسها. جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، بنحبك يا سيدنا عمر، كنا بس بنحبك عشان عمر القوي، لكن في البرنامج ده تعلمنا عمر صانع الحضارة. ها يا جماعة، مات عمر لكن إحنا ما متناش، هنصنع الحضارة. عمر صانع حضارة، دي آخر كلمة عايز أقولها، عمر صانع حضارة، أنت كمان لازم تصنع الحضارة. حاسس بإيه تجاه سيدنا عمر؟ تحبه؟ إذا كان سيدنا عمر مات فحضارة الإسلام اللي هو أسسها واللي النبي صلى الله عليه وسلم وضع بذورها محتاجاك. تحبه؟ صعبان عليك ما فعله المجوسي ده في سيدنا عمر؟ تحب سيدنا عمر؟ تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قومي اتحركي بقى، اعمل حاجة، ما تموتش، قومي اشتغل. سيدنا عمر يتحط خده على التراب ويبص لابنه عبد الله بن عمر ويقول له ويلي ان لم يرحمني ربي. سيدنا عمر انت هتبكينا، امال احنا نقول ايه لما انت تقول ويلي ان لم يرحمني ربي؟ ما احنا نقول ايه؟ الناس اللي بيسمعونا دول يقولوا ايه؟ ده احنا كده تعبانين قوي. ويلي ان لم يرحمني ربي. بعدين يقول لعبد الله بن عمر، يقول له اذا انا مت فضع يدك اليمنى على جبيني، وضع يدك اليسرى تحت ذقني، وادعوا لي، امسكني، امسك وشي وادعي لي، وادعوا لي، ثم اغمض عيني، ثم دع الناس وكبار الصحابة ان يدعوا لي، فانا محتاج الان لدعائكم. انت متخيل؟ انا محتاج حد يدعيني. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ ده بيقول الكلام ده سيدنا عمر بن الخطاب. واقتصدوا في كفني، بلاش تكفنوني في حاجة شيك، كفنوني في حاجة بسيطة، فإن أكن من أهل الجنة فسيبدلني الله كفن خير من كفني، وإن لم أكن من أهلها فلن ينفعني كفنكم. يعني بلاش فلوس كتير. جميل قوي. أنا بودع البرنامج وبودع سيدنا عمر، لكن ما بودعش صناعة الحضارة عشان نبقى محترمين في عينين نفسنا وفي عينين العالم. بلاش يكون مات سيدنا عمر وكمان إحنا نموت الحضارة. تبقى طب نقابل النبي نقول له إيه يوم القيامة؟ لكن ويقف ويقول لهم فإذا أنا مت فلا تقولوا عني ما ليس فيه، ما تقعدوش تفخموا فيا، فإن الله أعلم بي، ما تزودوهاش. مات سيدنا عمر لكن أنت ما متش، ممكن تقوم تمسح دموعك وتنوي أنك تصنع حضارة عشان تقابل النبي وأبو بكر وعمر وأنت راجل وأنت مش موطي راسك. فاكر عمر لما شاف شاب ماشي موطي راسه قال ارفع رأسك وامدد عنقك، فإن الإسلام ليس مريض لا تميت الإسلام. تحركوا يا جماعة، اصنعوا حضارة، انجحوا كل واحد في مجاله، ابنوا وعمروا وعبدوا ربنا. مات أمير المؤمنين لكن الدور علينا إحنا. بكرة حلقة مجمعة عن عمر بن الخطاب. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شوفوا الفاروق شوفوا تعلموا منه عدل تفهم انت فن انت نلاقي فين زيك انت عدل تفهم انت فن انت نلاقي فين زيك انت ونلاقي فين يا امير هذا البرنامج من إنتاج إيبونايت.